السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم الآن عن العلامات الضوئية الثلاثية لفوتوسيناليزاسيون تريكولور. وقلنا أن هذه العلامات الضوئية الثلاثية تتكون من ثلاثة ألوان، هي أحمر الذي ترونه، الأحمر هنا في الأعلى، والأصفر، ثم اللون الأخضر. يعني لفوتوسيناليزاسيون تريكولور سو كومبوز دو تروا كولور، لو روج يعني الأحمر، لو جون الأصفر، لو فيغ الأخضر. وقلنا بأن هذا الضوء الأحمر، الضوء الأحمر يأمر السيارات بالتوقف ويسمح للراجلين بالعبور. يعني لو فو روج اوردون او فواتير دو ساريتي اي بيرمي او بييتون دو ترافيرسي. بالنسبة للضوء الأصفر يأمر السائقين بالاستعداد للتوقف ويخبر الراجلين بالانتباه والاستعداد للعبور. ordonne au conducteur de se préparer pour s'arrêter et prévient les piétons pour faire attention et s'apprêter à traverser. Akhiran, الضوء الأخضر. Le feu vert ordonne aux piétons de s'arrêter sur le trottoir et permet aux voitures de passer. يعني الضوء الأخضر يأمر الراجلين بالتوقف فوق الرصيف ويسمح بمرور السيارات. أحيانا لدينا علامات ضوئية ثنائية، مثال هنا هكذا أحيانا، لأن العلامات الضوئية الثنائية تتكون من لونين يرمزان إلى الراجلين. هنا عندنا لون أحمر راجل، هنا لون لون أخضر، هنا عندنا اللون الأخضر راجل آخر. إذا ماذا يعنيان؟ إذا الضوء الأحمر هذا يأمر الراجلين بالتوقف، أما بالنسبة للضوء الأخضر يسمح للراجلين بالمرور. دونك لي فو دو سيناليزاسيون سيناليزاسيون بيكولور، يعني ثنائية جوج جوج. لي فو دو سيناليزاسيون بيكولور سو كومبوز دو دو كولور دو دو كولور اي بريزونت ليماج دان بييتون اي سون دو دو كولور، لو روج Le rouge et le vert. Le rouge ordonne aux piétons de s'arrêter. Le vert permet aux piétons de passer. أعوال المرور يساهمون في تنظيم المرور والسهر على احترام القانون السير والمحافظة على سلامة مستعمري الطريق ووقايتهم من الحوادث، وذلك بتنبيههم أو معاقبتهم عند ارتكاب المخالفات، ويسهرون أيضا على تنظيم النجدة في حالة وقوع حادثة سير وتحرير محضر المعاينة. أعوال المرور قلنا أن من بين أعوال المرور لدينا رجال الدرك الملاكي ورجال الأمن الوطني لمن هم الشرطة. إذا لماذا تكلمنا عن هذه الأضواء؟ لأنها مهمة، مهمة جدا، خصوصا هذه العلامات الثلاثية، لأن حوادث السير أصبحت مقلقة وتمثل خطرا حقيقيا يهدد المجتمع برمته ويؤثر سلبا في تنميته الاجتماعية والاقتصادية. هذه الآفة ديال حوادث السير آفة لا تستثني أي فئة من فئات مستعملي الطريق، سواء كانوا كبارا أو صغارا. وعلى هذا الأساس كنلاحظوا أن الأطفال والراجلين أكثر عرضة لأخطار الطريق، خصوصا إذا لم يحترموا قواعد السير وضوابط المرور. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله.